كوتش، اول شيء هارد لاك. كيف شفت اليوم الماتش والحكمه قدمه 2-1 وبكره جيم 3؟ الجيم كان فيري ديفنسيف، شفنا 70-64 اي جس 70-64. قلت له لشبيبتنا انه هو الاجنبي الجديد، هو اجنبي ما بنعرف عنه شيء، سو وي ترايد نعمل سكاوت لنقدر نشوف شو بيعمل. توفقنا نوقفه لانه هو ما كان افكتيف كثير، بس نحن هجومنا كان شوي ما عم نقدر ندافع، والشباب الحكمه مزبوط على مايك فريزر، ما قدرنا نوصل له الطابق بالمزبوط، واخذنا شوتس كثير عن 3 بوينتس وكثير مس شوتس. بالنهايه ما فيك تربح حكمه على ارضه بكثير مس شوتس، بس الفريق قريب، مهم نعمل ريكفري بسرعه لبكره لانه روتيشن كثير قليل، بيكون الشباب تعبانين، زاد شيء الحكمه هوبفلي بارضنا ومع جمهورنا يعطيه الزخم يقدر يحط الشوطات. بعتقد اول ما نقدر نحط برسنتج شوت منيحه ما عندنا مشكله فيها. قد ايه اثر التغييرات على الحكمه عليك انت ككوتش، خصوصا انه 50% من المباراه بتكون تحضيرات؟ مزبوط، انا مثل ما بتعرفوا انه كوتش بحضر كثير قبل الجيم، ووقتها اداره الحكمه عملت هيدي الخطوه اللي هي جريئه وضيعتنا صراحه، صار ضايعين كيف بدنا نشتغل على المفاتيح تبعهم، صرنا نعمل سيتويشن اناليسيس بكل سيتويشن شو رح نعمل، شوي بتفرق مثل ما مش مثل ما كنا محضرين قبل، تغيرت، بلكي اليوم نعمل ادجستمنتس لبكره وموست بروبلي رح نتاقلم عليها، هوبفلي ما يغيروا شيء بكره الحكمه ويجينا بشي سربريز ثاني. واخر سؤال، كيف تشوف الجيم 4 بكره؟ جيم 4 هو فيري ديفنسيف، انا عم لكم اياها من هلا، وجماهيريه بامتياز، جمهورنا ناطر بيعتبر انه يمكن تكون اخر جيم بالسيزون، وهي اخر جيم بالسيزون عندنا، سو ما راح يبخلوا بولا شخص، يعبوا كل هوا وكل بسمه هن معنا، بعرف باي هارت معنا، وراح نكون ليعطونا اندفاع، ليعطونا زخم، ندافع مضبوط لنحط ايزير باسكت. اوكي، هارد لك كوتش، وود لك بكره.